يعني إعداد لشباب بثلاثة مباريات إن شاء الله، ولو حصدوا إحدى البطاقتين حيواصلوا للمباراة الرابعة والمباراة والهلال طبعا الخامسة. مجموعته بنياس والنجم الاحمر الصربي والعين الاماراتي بالاضافه للهلال. أنا أعتقد بنياس والعين الإماراتي ديل عندنا عنهم معلومات كويسة، لأنه دائما دول الخليج عندها فئات سنية كثيرة في أنديتها، فبيكونوا عندهم لعيبة جاهزين تماما. وصربيا انا اعتقد دوله برضه متطوره جدا في كره القدم، بتعتمد على انتاجيات مدارس كثيره ومنتشره، اللعيبه الصربيين منتشرين يعني في اوروبا في اكبر الانديه. فانا بقول انه هي احتكاك جميل جدا، احتكاك ممكن انت تبني عليه خطط رائعه جدا لشبابك، تاهل فيه الاولاد بطريقه يعني بداية طريقة علمية صحيحة ما شافوها في السودان ولا لقوها، مع احترامي الشديد يعني لمدربيننا في النهاية، يعني بتاخذلهم الإمكانيات، بتاخذلهم الأدوات المساعدة، الفكر عندهم لكن الأدوات المساعدة والإمكانيات محدودة بالنسبة لهم. فأنا أعتقد دي برضو زي ما بقولوا نعتبرها معايشة كابتن أيمن، معايشة للأولاد مع طرق ثانيه في التدريب، مع طرق مدارس ثانيه، حتى المعسكرات ممكن عند اغلب اللاعبين الشباب طبعا ما طلعوا معسكرات خارجيه، فده برضه مكسب لانه اللاعب يقدر يتعامل كيف مع المعسكر بالضبط، وبتوري انه اللعيبه التيم ورك بيكون شكله كيف في ظل انضباط اداري رهيب، مواعيد محدده، يعني تصحى الساعه كم تاكل الساعه كم، يعني شبه احترافيه بتنقلك من حته الهوايه لحته الاحترافيه، لانه في الهوايه ممكن انت تعمل اللي انت دايره في اي وقت، لا هنا في المعسكر في انضباط، دخول معين، طلوع معين، ما في تنقل بين الغرف، مواعيد الفطور جاهزه، الغداء جاهز، العشاء، حتى الاكل طريقته، وفي يعني معدين بتاع تغذيه، اكل معين، طريقة التمارين، مواعيد الأكل مع التمارين، يعني دي حاجات كثيرة احنا محتاجين لها بصورة أكبر وأكبر إننا نرتبها في رياضتنا إن شاء الله. نعم.